بهذه المناسبة إن شاء الله تعالى أريد أن أرفع نداء إلى إخواني المحترقين في دول الخليج من المغاربة وفي أوروبا والذين تحدثوا معي اليوم طويلا حول سمعة المغرب في الخارج بحيث يستحيون أن يظهروا الجواز الأخضر الذي يشي بجنسيتهم، فإن صورة المغرب هناك صورة عياذا بالله يعكسها الإعلام الذي يشيع الفجور في الأمة بمسلسلاته وأفلامه وبالفتيات المغربيات اللائي يخرجن من المغرب بناء على عقد كونترات للعمل في الخليج وحسرتا فإذا بهن يفقدن الجواز مباشرة عند رب العمل يسحب منهن لكي يدخلن إلى عالم الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود. تجارة الرقيق الأبيض سودت وجوهنا، أسالت الماء من وجوهنا، جعلتنا نستحي ونود لو أننا أخفينا رؤوسنا في الرمال إذا علمنا أن ثمة من يرانا يعرف جنسيتنا. أقول لهم ارفعوا رؤوسكم بالإسلام، فالله عزكم بالإسلام أيها المغاربة. لماذا تستحيون؟ لا تزر وازرة وزر أخرى، أنتم مؤمنون، أنتم مسلمون، أنتم تحرمون ما حرم الله، أنتم تحلون ما أحل الله، أنتم تعملون وتجدون، أنتم تكدون، فلماذا تستحيون؟ لا تزر وازرة وزر أخرى، ارفعوا رؤوسكم بالإسلام، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. متى تظلون هكذا تحملون هذا الأرق وتحملون هذا الثقل جراء صورة ما كنتم أنتم سببا فيها؟ أنتم لستم السبب، هذه الأولى. فالله تعالى يرفعك بالإسلام ويعزك بالإسلام، فارفع رأسك بالإسلام. وما هان من هان إلا لأنه ترك سر العزة وهو الإسلام والإيمان. فأنت مؤمن فارفع رأسك ولا تستشعر أبدا أنك هين، فأنت عند الله عزيز. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. القضية قضية إيمان الذي تحمله في قلبك ومن هذا الإسلام الذي تعمل به. ثانيا، أن المغرب يا أخي ليس هو الصورة التي يشيعها الإعلام عنا. المغرب فيه علماء، فيه حملة كتاب الله وجباله شاهدة على محاضن للقرآن لها دوي كدوي النحل. يقول الناس وقد توارثوا هذا الكلام جدا ولا حفيدا عن جد، القرآن نزل في الجزيرة وجود في مصر وحفظ في المغرب. مغرب فيه قرآن، فيه علماء، فيه زهاد، فيه صالحون. نعم صورتهم لا تظهر في الإعلام، نعم، لكن هي هذه الحقيقة. المغرب هو هذه الأرض المؤمنة عبر التاريخ التي ما عزت إلا بالإسلام، وما نشأت إمبراطورية في غرب العالم الإسلامي إلا بالإسلام. عبد المؤمن بن علي كان يحكم من هنا إلى برقة في ليبيا، ثم إلى أعماق الصحراء، ثم تمتد الخلافة من هذا البلد إلى أوروبا، إلى تولوز الجزيرة الخضراء، ثم بلاد الغال،
وهو الذي لازال عبر التاريخ رغم ما كان الإسلام يتعرض له في بلاد المسلمين الشاسعة، هو الحصن الذي تتكسر عنده جميع محاولات تنصير المسلمين والهجوم عليه من قبل الشمال، من قبل الغرب. فالإسلام في هذا البلد كان ولا زال وسيبقى، فلا تخفضوا رؤوسكم وارفعوا رؤوسكم. الإعلام هو الذي يشير عنا هذه الصورة، فلو كان الإعلام متوازنا وموضوعيا لكان كما ينشر غسيلنا خارج البلاد ينشر عنا جلائل أعمالنا. فالعدل يقتضي كما تنشر عنا الفسوق الذي ما خلا به بلد، فانشر على الأقل عنا ما عندنا من علم وخير ودعوة. فالمغرب فيه الرجال، فيه المجاهدون، فيه العلماء، فأين موضعهم في الإعلام العمومي الذي نموله بعرق جبيننا؟ فلماذا يحتل الإعلام العمومي هذا الصنف من المنحرفين في بلادنا ويبقى قصرا عليهم؟ لماذا؟ ثالثا، إن المنكرات ليست قصرا على أرض دون أرض، فالفساد موجود وعام في كل الدول العربية والإسلامية. الزنا، الدعارة، العري، الشذوذ موجود في الخليج، لكن تلك الدول تتعامل إعلاميا بطريقة تخالف تعامل إعلامنا، فإعلامهم يستر القبائح وينشر عنهم الخير، ونحن إعلامنا هو من يفعل العكس، الذي يصدر صورة الخليج النقية هو إعلامهم ولهم الحق في ذلك، والذي يصدر عنا الصورة السيئة هو إعلامنا، هو إعلامنا. رابعا، إن الذين يزنون ويتعرون ويسودون وجوه المغاربة، يا إخواني المغاربة في الخليج، إن الذي يقوم بذلك ليست فقط نساؤنا، ولكن نساءنا يفعلن ذلك مع رجاله، والزنا في حق الرجل والمرأة سواء، فإن كانت عندنا بغيات فعندهم زنات، وكلا البغية والزاني كلاهما في الإثم سواء، فإن كان محصنين في شرعنا يرجمان البتة رجل وامرأة، وإن لم يكونا محصنين فجلد 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلماذا يؤاخذ المغرب على جريمة ما تقترفه بناته؟ ألا يفعلن أغلبهن يفعلن ذلك تحت ضغط الحاجة، تحت ضغط سياسة التفقير التي مورست في بلادنا، حتى لم تعد الأسرة تجد ما تنفقه على أولادها، مخطط رهيب، مخطط. فلماذا تلام بناتنا ولا يلام الزناة من غير هذا البلد؟ علاش بقاو تكلموا يجي هنا الخليجي ويمشي نعم سيدي ويجيبوا له الفتيات من المدرسه ويبقى يختار هذه وهذه لا، هذه وهذه لا، هذه وهذه لا، هن مجرمات وهو اسمه ملك، لا حول ولا قوه الا بالله. في هذا الاسفاف والانحطاط تنفق اموال البترودولار التي يحتاجها الفلسطينيون والمسلمون التائهون الهائمون في الأرض، لا يجدون الخيمة التي تقيهم القرى في سوريا،
هذه الأموال التي تنفق، أولم نجد أين ننفقها؟ حتى ننفقها في إسالة مياه حرام، في انتهاك عرض المسلمين والمسلمات. خامسا، أوليس تلك الفتاة التي تقوم أنت بهتك أرضها، سواء عن طواعية أو كرها أو تحت ضغط الحاجة، أليست أختك؟ أليست عرضك أيها المسلم؟ كما جاء قلت واحد يبكي، واحد المغربي يبكي ويقول لي كنت الآن كنتكلم مع شي سعوديين في الانترنت وكيجيب لي الصور نتاع المغربيات مع السعوديين، قال لك وقديت وغادي نموت غادي نطردك، من يمحو عنا هذا العار؟ ويبكي في التليفون، من يمحي عنا هذا العار؟ أوليست تلك أختك في الله في الإسلام؟ ألم يقل النبي للشاب أترضاه لأمك لأختك لزوجتك لابنتك؟ إنه عرضك، أنت مسلم بغض النظر عن الحدود التي اصطنعها الاستعمار والاستخراب الذي أراد التفريق بين المسلمين. لو كنت مؤمنا حقا لما تجرعت عياذا بالله أن تجلس بين شعبها الأربع، ولا يجوز لك أن تفض الخاتم إلا بحق، فأين حق فض الخاتم؟ أين؟ فاللوم كما لهن هنا لهم هناك. سادسا، يا إخواني في الخليج، يا مغاربة، يا مسلمون، اثبتوا على دينكم واعلموا أن ثمة من يساهم في هذا الأمر. لو سألنا موضوعيا ما الذي أدى بنا إلى هذه الحالة، قد يقولوا كاين أسباب سياسية، أسباب اقتصادية، أسباب اجتماعية، ونبقوا نفصلوا أسباب سياسية، لأن الاستبداد السياسي يريد دائما أن يفسد الأوضاع حتى يتمكن أكثر، فلا يجد من يتفرغ لمحاربة الفساد والاستبداد. ولذلك ربط النبي بين الاستبداد السياسي وبين الفساد الاجتماعي، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه المسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، فذكر رجال لهم سياط كأذناب البقر يضربون بها وجوه الناس أو أدباء أو الناس، ثم ذكر الفساد الاجتماعي ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. أي متى وجد الاستبداد فإن الاستبداد لا يبقى ويثبت ويدوم إلا في ظل انشغال الشباب بالنساء، وحتى ينشغل الشباب بالنساء لابد من تعرية المرأة فتخرج كاسية عارية. احنا ما نتكلموش على الأسباب، من جملة الأسباب هو أنا وأنت. أين دورنا نحن في دعوة أولادنا وإخواننا داخل البيوت؟ أين تربية الأولاد؟ أين تطبيق قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة؟ أنت أب وتترك ابنتك تتربى على التبرج والسفور، بل أنت من يمشي بالتبان أمام أبنائه وبناته في الصيف، وأنت من يأخذ البنات والأولاد في الصيف للشواطئ فيتعرى الجميع. أولسنا نحن مسؤولين عن هذا عياذا بالله؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم؟ ثم أين الدعاة إلى الله؟ أين المجالس العلمية؟ أين الخطباء؟ تدخل إلى المسجد يوم الجمعة وتخرج كما دخلت، لا إيمان ازداد ولا علم ازداد ولا فقه ازداد ولا تصميم على تغيير ما في النفس ولد في القلب، تخرج كما دخلت إن لم أخشى أن أكون مبالغا أكثر أقول تخرج أسوأ مما دخلت.
الأمة في واد ومعاناتها في واد، والخطيب يتحدث عن أمور بعيدة بعيدة. فأين العلماء؟ علماؤنا أيضا لم يؤدوا دورهم كما يؤدي علماء الآخرين بعضا من دورهم. فنحن نقول للشعب المغربي اتق الله، ونقول للآباء اتقوا الله في فلذات أكبادكم، ونقول للعلماء اتقوا الله في هذه الأمة وارفعوا صوت الإسلام، ونقول لعلمائهم اتقوا الله وبلغوا لهؤلاء المنحرفين منكم سوء ما يفعلون وسوء عقبى ما يقدمون عليه. كما أننا ننادي علماءنا أن يقوموا بتوعية هذا الشعب لخطر التبرج والجنس الحرام وبيع الرقيق الأبيض الذي سود وجهنا. أقول لعلمائهم كما اسودت وجوه المغاربة بهذا الصنيع الشنيع، فوجوه الآخرين أيضا تسود، لأن المنكر واحد، ولأن الضحية واحد، هو المسلم ذكرا كان أو أنثى، يحتاج إلى توجيه العلماء هنا وهناك. هذه رسالتي إليكم في هذه المقدمة، وأرجو من اليوم أن تعتزوا بأنكم مسلمين أولا، وبأنكم تنتمون إلى بلد اسمه المغرب، الغرب الإسلامي الذي لا تزال طائفة فيه ظاهرة على الحق. هذا الغرب الإسلامي وردت فيه بشائر نبوية، لا زال في البلد من يقوم لله بالحجة. ففي المغرب وفي الغرب الإسلامي هناك إسلام، هناك غير على الدين، هناك قرآن، لكن لا يروج كما يروج في المشرق. وهذا تقصير العلماء والأغنياء من المسلمين. أغنياؤهم استثمروا في فتح الإعلام، واستثمروا في إنشاء قنوات فضائية بلغت صوت الإسلام إلى كل الأرض، وأغنياؤنا منشغلين ببناء الفنادق والاستثمار في العقار. يغويهم الربح السريع، ربح بلا مغامرة، وهذه معضلتنا. هذه كلمة أردت في البداية أن أوجه إلى إخواني الذين تألموا ولا زالوا متألمين، وهم من يشعر بذلك أكثر منا، لأنهم يخالطون أقواما من إخواننا المسلمين الذين يفاتحونهم دائما في هذا المغرب. يقولوا من أنت؟ يقولوا مغربي. يقولوا الله على المغرب. بل شي واحد يتجرأ عليه ويقول له أنت مغربي؟ يقول احنا جايين إن شاء الله. بل واحد السيد يعاود لي كان في سيارة في ألمانيا، عنده ذيك السيارة نتاع مواصلات، احنا نقولها بتي طاكسي هنايا في أحدى المدن، وركب واحد خليجي. قال له مدين انت؟ قال له مغربي. قال له البنات عندكم حلوات؟ نجي عندكم إن شاء الله تعالى وتدبر لي. قال له ردتني والعياذ بالله ديوث. انزل أيها المجرم، والله لن تتحرك السيارة وأنت معي، هكذا تفعلون. ففرض عليه النزول، قبحك الله. قال من إنسان هكذا تواجه؟ أتحسب أن المغرب مأخور؟ لا والله لن يكون، ما دام في القلب إيمان وما دام في المغرب رجال سيعملون ويجاهدون ويدعون ويبلغون إلى أن يعود المغاربة إلى دينهم، مش إلى دينهم، أن يعودوا إلى التزامهم بإسلامهم. المسألة معروفة وينبغي أن يستشعرها كل مسلم. اغلق هذا الملف، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.